مرحبا. واضح. انا دنيا اشرف عبد العزيز محمد من محافظه اسكندريه، خريجه كليه تكنولوجيا قسم هندسه سيارات. اتخرجت 2017. القصة بدأت معايا كانت في البداية خالص بالصدفة خالص، لأن أنا كان المجموع بتاعي كان عالي، كنت داخلة على أساس قسم مدني. قالوا لي إن أعلى قسمين كان في الكلية كانت كمبيوتر وكانت سيارات، فالكمبيوتر اكتفى بالعدد، فنقلوا اسمي في السيارات. ولما عرفت ده أنا اتصدمت صدمة عمري. يعني بعد دخولي الميكانيكا ده كان أول تحدي ليا، بدأ يبقى ليا أحلام، بدأ يبقى ليا طموح، حياتي اتغيرت 180 درجة. لقيت الموضوع معايا اختلف خالص، إن أنا كنت بنت في وسط 9 صبيان. فالحمد لله أخدت في البروفا مركز تالت مقرر وفي المسابقة، وكرمني دكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية تكريم خاص كوني بنت في مجال ميكانيكا سيارات مع 9 صبيان. نظرة المجتمع ليا دي كانت أصعب برضو، كان دي برضو من ضمن التحديات اللي أنا كنت بتحداها. أول مرة دخلت الورشة كنت خايفة جدا أنا مقدرش أثبت نفسي، كنت خايفة أن الناس اللي في الورشة ترفضني وما تعلمنيش حاجة. الحمد لله كانت كل كلمة سلبية كانت هي قصادها نجاح. طبعا أنا عندي أحلام كتير جدا. اول حاجه نفسي ان اكمل دراسه، بس اكملها في المانيا بره، وافتح مركز صيانه يكون يعني مركز صيانه الماني بس يضم البنات، يبقى في مركز تدريب محترم. يعني نفسي ان انا اخلي الفني او التكنيشن ده يكونش بس شاطر في ان هو بيعرف يفك وحل، لازم يكون عنده لغه قويه جدا. دي مشكله بنواجهها في مصر، تلاقي الفني شاطر بس كلغه مش موجوده. نفسي ان انا اكون عندي برنامج عن السيارات واتكلم فيه عن السيارات بشكل اوضح. عايزه اقول لكل بنت، طالما عندك حلم وعندك هدف، حتى لو انت شايفاه مختلف، حتى لو انت شايفه المهنه اللي انت حباها او الحاجه اللي عايزه تعمليها دي مختلفه عن المجتمع اللي حواليك او بتقتصر بس على الصبيان، لا مفيش حاجه اسمها كده. وطالما بتحققي هدفك ما تخافيش من اي حاجه. احب اوجه رساله للشباب للولاد، ما تقللش من حلمك، ما تقللش من طموحك، خد خطوه وابدا فيها وهتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيسهل لك.